معين النبوة والأنبياء، سيروي قلوب جميع الورى. لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى. فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بكل خير أوقاتكم، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، برنامج نظرة النعيم. هذا البرنامج تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، وفي كل حلقة من حلقاته نقف مع محطة من محطات حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، نستخلص منها الدروس والعبر، نستنير من خلالها في درب حياتنا. باسمكم جميعا أيها الكرام نرحب بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله الجميع، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ختمنا حديثنا في الحلقة الماضية عن جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة، ونخصص هذه الحلقة وعنوانها هو عام الحزن. وربما هذا الذي اشتهر اسمه عام الحزن، وهو كما ذكرت شيخ قبل قليل بأنه يسمى الحزن، فلو نأخذ تأصيلا لغويا هل هو الحزن أو الحزن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كلمة عام وكلمة سنة، الغالب أن كلمة سنة تطلق على ما فيه شدة، وكلمة عام تطلق على ما فيه خير. قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. وقال جل ذكره في خبر العام، قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذره في سنبله، إلى أن قال بعد ذلك: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يأصرون. فالأصل إمرار كلمة عام على الخير، إلا أنه يظهر أن الكبار الأوائل الذين كتبوا سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم تحاشوا أن يقولوا سنة تأدبا معه صلى الله عليه وسلم. أما الحزن والحزن فكلاهما بمعنى واحد، وإن كان لغة القرآن الأفصح إذا عرف أن يقال بالفتح. قال الله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لكن يمكن أن تقرأ يعني أن يقال الحزن بالضم، كما قال جل وعلا: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإذا عرفناها الأفضل أن تكون الحاء مفتوحة، وإن لم نعرفها فالأفضل أن تكون الحاء مضمومة تمشيا مع ما نزل به القرآن. والحزن شيء في النفس يقع إما لفوات مطلوب أو لوقوع مرهوب، هذا دا يعني سببه، وهو شيء كتبه الله جل وعلا على الناس في الدنيا ونفاه عن جنته. ولهذا قال كما مر معنا في الآية عن الصالحين من خلقه أنهم يقولون يوم القيامة: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وهو ينتاب المؤمن حتى حال الوفاة، ولهذا يكون للملائكة طمأنينة له، طمأنينة له. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعم. إذن بعد هذه المقدمة اللغوية، هذه الحلقة هي عام الحزن، نتحدث فيها ذلكم العام الذي حزن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا لأمور حدثت له. هذا العام فضيلة الشيخ هو وقع فيه وفاة خديجة وأبي طالب، وقيل إنه لم يكن بين موتهما إلا أياما معدودات. وهذا يدفعنا سيد الرحمن عقلا إلى أن نميط اللثام عن هاتين الشخصيتين، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لوفاتهما لا بد أن أثرا ما كان لهما على حياته. خديجة رضي الله تعالى عنها هي زوجته، وهي أم المؤمنين
وهي أول خلق الله إيمانا سبقا برسولنا صلى الله عليه وسلم، إذ لم يعرض الإيمان أصلا على أحد قبلها. فأول من دخل في دين الله من هذه الأمة امرأة، وأول شهيدة في الإسلام امرأة، وآخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، وهو حي امرأة. هذه قناعة تبين لنا منزلة النساء في الأمة. الحضارة الغربية يعيروننا أننا لا نعطيهن مناصب، حين أن المرأة في الأصل أن إكرامها في تخفيف العبء عنها. هذا الأصل في إكرام المرأة، أن تجعل نفسك دونها. ولهذا كانوا إذا جعل الرجل المرأة دونه صار عيبا عليه، قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا لا يقبله إلا النساء، يعني ليس هناك داع أن تغدو وتروح، أنت مكفول تطعم وتكسى. وهذا ما دفعت إليه حضارة الغرب. نعود فنقول هذه المرأة العظيمة الجليلة كانت أول خلق الله إسلاما، جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها بالوحي، فقالت له تثبته: والله لن يخزيك الله أبدا. هذا عقل راجح قبل أن يكون إيمان الرسخ، لأنه الإيمان لتو يعرض عليها، لكنه عقل راجح. إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم وتقري الضيف. وذكرت خصاله صلى الله عليه وسلم فصدقها الله. هذه واحد. جاء عند السهيل في الروض الأنف أنه لما أخبرها بأن جبرائيل يأتي قالت له: يا ابن عم، إذا جاءك الوحي وأخبرني. فجاء جبرائيل إليه فقال: يا خديجة، قد جاءني الوحي. قالت: ابن عم تعال واجلس على فخذ الأيمن. أتراه؟ قال: نعم. قالت: قم فاجلس على فخذ الأيسر. أتراه؟ قال: نعم. قالت تعال واجلس في حجري. أتراه؟ قال: نعم. كشفت عن لثة، عن شعرها، خمارها، يعني رفعت خمارها. أتراه؟ قال: لا. قالت: يا ابن عم أثبت فإنك على الحق. هذه المرأة العظيمة عندما أتاها وهو قادم من غار حراء وترك لها البنات، لم تشتكي إليه ما صنعت البنات بها، وإنما جعلت هذا من مسؤولياتها العظام، وأقبلت على رسول الله تعضده، تتخذ الطرائق العقلية وتأخذ بيده إلى ابن عمها، تتلطف في خطابه حتى يكون سببا في ثباته. ماتت ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكن قد شرعت الصلاة على الميت، لكنه نزل قبرها. ولا يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل قبر أحد إلا ثلاثة أو أربع شخصيات معدودة في التاريخ الإسلامي. أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضها. لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حال حياتها عليها أحدا، وإنما عدد بعد وفاتها. أما في زمانها فلم يتزوج عليها أحدا البت، وقال عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا خديجة ثم عد وآسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قالت له أم المؤمنين عائشة وقد رأته يكثر من ذكرها: وهل كانت إلا عجوزا في غابر الأزمان قد أبدلك الله خيرا منها؟ قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وهذا نص على أنها أفضل أزواجه. لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وأستني بمالها إذ حرمني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وكان لي منها الولد ورزقت حبها. فالحب شيء يرزقه الإنسان. وإذا أراد الله أن يجمع بين زوجين جعل كل منهما ذا زينة في عيني صاحبه. ولهذا قال مجنون بني عامر: فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. وهذا هو أصل المحبة. فالله جل وعلا زينها في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما زين رسول الله في عينيها. وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها 40،
وقد تزوجت رجلين قبله. ومما ينبغي أن يستل هنا يستنبط، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة في إدبار من عمرها وهي في الأربعين، ولما نبئ كان عمرها 55 سنة. لما نبئ كان عمرها 55 سنة، فلا هي بالفتية التي تطلب، إنما هي العاقلة التي تعطي. وهذا يدل كيف عناية الله جل وعلا بنبيه صلى الله عليه وسلم. فلو جرينا على السنن وكانت زوجته يوم نبئ امرأة في العشرين، فإنه مهما بلغ اعتزازها بأن زوجها نبي إلا أنها تبقى فتية شابة تريد مطالب، لكنه لما نبي صلى الله عليه وسلم كانت في 55. فسخرها الله بتجاربها السابقة من زوجين سابقين وتجارتها الوافرة ومالها الذي بين يديها وعقلها الراجح الذي جمع عبر السنين، لأن العقل لا يكون بين يوم وليلة، جعله كله كنز مثل ما قلنا للصديق، ادخره الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. هنا تفقه كرامة الله، كرامة هذا النبي عليه الصلاة والسلام على ربه. وأي أجر أراده الله بهذه المرأة الجليلة حتى يأتي جبريل ويقول أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذه امرأة عظيمة. إذا هذه الآثار فيها، قالت عليك وعلى جبرائيل السلام، ولم تقل وعلى الله السلام، مع أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله هو السلام. فما لم يفقهه الصحابة بعد الهجرة ونزول الوحي كثيرا، فقهته خديجة في أول الإسلام. فخديجة امرأة لكنها ليست كغيرها من النساء، ادخرها الله لنبيه، وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها ورزقت حبها. هي أمنا أم المؤمنين، وهي أم بناته الأربع وولديه أو ابنيه القاسم وعبد الله، ولم يكن له من غيرها إلا إبراهيم من ماريا جاريته ماريا القبطية. هذا كله يبين لك إذا أمطنا اللثام عن هذه الشخصية، كانت نعم النصير له. الإنسان إذا استقر حاله في بيته يكون عطاؤه خارج البيت أكثر، وإن اضطرب بقاؤه في بيته يضعف عطاؤه في البيت. ولما أراد الله لهذا النبي أن يكون رأس الملة وأن يحمل أعباء الأمة، وطد الله له البيت أن تكون فيه الناصرة خديجة بنت خويلد في زمن قل فيه النصير. على الجانب الآخر، فقد صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، عمه أبا طالب. معلوم أن أبا طالب لم يكن مؤمنا مثل خديجة، لكنه كان صلى الله عليه وسلم في البيت يحتاج إلى إيمان خديجة، لأنه يقوم يصلي في بيته فهو يحتاج إلى من يصلي معه، وكذلك كانت تفعل خديجة. أما أبو طالب فلم يكن هناك قرب جسدي، لكن القرب والنصرة كانت بجاهه، لأن أبا طالب كان شيخا كبيرا، وقريش لها أعراف وتقاليد لا تتخطاها، فالعرب تؤمن بهذه التقاليد والمبادئ والقيم مهما بلغ كفرها. فلهذا كان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان له 10 أعمام، أدرك الإسلام منهم 4، 2 آمن به حمزة والعباس، و2 كفر به أبو طالب وأبو لهب. لكن الفارق بين أبي لهب وأبي طالب أن أبا لهب نصبه العداء، وأما أبو طالب فقد نصره صلى الله عليه وسلم، نصر الله به نبيه، ودخل معه شعب بني هاشم، وكان يستسقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويذكر مناقبه، ثم عدد ما أصبح من أثر وضرر على بني هاشم لما قطعتهم قريش، وقال لاميته الشهيرة، وقال يمدح النبي عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل، وأقسم يومها بمقام إبراهيم وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل، يذكر فيه مقام إبراهيم.
فهذا كان أبو طالب بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي عليه السلام يحب أن يهتدي. فلما جاءته قريش ووقع، ما زالت قريش بأبي طالب حتى عند النزع الأخير وقفوا عند رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم لعمي يا عماه كلمة قلها أحاج لك بها عند الله فيقول، لأنه شيخ كبير نشأ على ما كان عليه أهل الجاهلية، لولا أن يقول دفعه إليها الجزع لا قررت عينك بها. هذا يجعل المرء يفر مما يسمى أحيانا بالرأي العام، مما يسمى بالتقليد، مما يسمى الأشياء التي حولك. لابد أن يكون الإنسان يعرف الحق عيانا ويقبله. وهنا قال أهل العلم لا يكون هناك إمام مجدد حتى يكون على علم بالدين ثم يكون على قوة يستطيع أن ينشر بها ذلك العلم. أما إذا كان الإمام ضعيفا لا يمكن أن يكون مجددا، لأن الجهر بالحق ليس بالأمر الهين. لا يفقه الناس أن الناس دائما يخوفون بالسلطان، رأي السلطان وسيفه إن وقع منه ذلك أهون بكثير من رأي العامة، لأن السلطان فرد لكن العامة أفراد. فأبو طالب لم يكن هناك سيف يقهر، لكن سلطان الرأي العام الذي عبر عنه هنا هو بمفردة الجزع، لولا أن يقولوا، من الذي يقول؟ الناس، لولا أن يقولوا أنه دفعه إليها عن الكلمة الجزع لا قررت عينك بها. ثم يردد بل على ملة عبد المطلب، بل على ملة عبد المطلب. والله يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم المهتدين. ويحكى عنه أنه كان يقول لولا أو حذار مسبة إن وجدتني سمحا بها بذاك يقينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان برية دينا. ويذكر أبياتا يخبر فيها عن يقينه بصدق نبوة ابن أخيه، لكنه ما زالت تقاليد القرشي الكفار، ما زالت تقاليد الجاهلية في عروقه تجري حتى أوضته ذلك المورد. ولا أهلك على الله إلا هالك. لكن الذي يعنينا هنا أن أبا طالب كان نعم النصير لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا خلده التاريخ، خلده الأخبار، خلدته أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجل عمه. ثم مات في بضعة أيام، فقد ما يعرف بالنصير الداخلي والنصير الخارجي، وهذا من جنس الأول. لما فقد أبواه، لما فقد أبويه حتى يعلم أن الذي ينصره حقا هو الله، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. والله قال له يثبته. لما مات أبو طالب ومات خديجة ازدادت كفار قريش عليه، وأظهروا له من العداوة ما كانوا يخبئونه إجلالا لأبي طالب أو مهابة منه، وناصبوه العداء عيانا، فدخله حزن آخر غير الحزن على وفاة خديجة والحزن على وفاة أبي طالب، وهو الحزن أن لا تبلغ الدعوة مداها، لأنه يعلم أنه بعث لهذا. فأنزل الله جل وعلا عليه قوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لما نقرأ ولقد جاءك ولا مبدل لكلمات الله، ينبغي أن نعلم أن تبديل كلمات الله يقع على حالين: تبديل ألفاظ وتبديل قضاء. تبديل ألفاظ وتبديل قضاء. فأما تبديل الألفاظ قد يقع، يأتي إنسان يأخذ مصحف ويمسح آية ويضع آية من عنده، عبارات من عنده، يقع هذا، هذا تبديل ألفاظ، هذا قد يقع قدرا، لكنه لا يغير من أن القرآن يبقى في الصدور، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ على القول بأنه في القرآن، لأنه ليس مجمع عليها، وإن كان الراجح أن المراد به القرآن. الحالة الثانية تبديل كلمات الله أي قضاء الله، فهذا محال أن يبدله أحد، محال
أن يبدله أحد. فالله قد قضى أن هذا الدين سيتم. وقد حاول الناس مرارا من أهل الكفر ثنيه فلم يقع. وفرعون مثالا لما ظهر موسى عليه السلام ونبئ شمر عن ساعده وحامل أن يمنع ظهوره فأبى الله إلا أن يتم نوره. فهذا معنى ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم إلى آخر الآيات. فهذا كله وقع بعد أن ناصبته قريش من العداء ومضت اللثام عن حالها، بلغ الأمر ذروته فاضطر صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف بعد عام الحسن. فخرج إلى الطائف يدعو أهلها لما ضاق ضرعا بقريش. أتى الطائف لكنه لم يمكن من دخولها، صده قومها حتى قال له بعض أكابرها: ألم يجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ هو ليس يعني ليس جارحا أن تقدح في من يستحق القدح ولو استعملت عبارة قاسية، لكنه يجرح إن قدحت في من هو أهل للمدح. فالله الذي بيده خزائن السماوات والأرض علم أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم أزكى قلب يحمل ختام رسالاته، فيأتي سفيه من سفهاء الطائف ليقول: ألم يجد الله أحد يبعثه غيرك؟ وقال له آخران كلاما قريبا من هذا في القسوة. ثم سلطوا عليه السفهاء فسال دمه طاهر صلى الله عليه وسلم على ثرى الطائف، تنحى جانبا، أصابتهم الشفقة الممزوجة بالكبر. الشفقة الممزوجة بالكبر هو من يحسن ويريد أن يظهر على أنه محسن. بعثوا غلاما لهم يقال له عداس بقطاف من عنب. حمل عداس القطاف أتى عند النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جعله بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال عداس: أراك تقول قولا لا يقول أهل هذه البلدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي يوحى إليه وهذا غلام، فغير الوضع، بدل أن يكون مجيبا أصبح سائلا. قال: من أين أنت؟ أو قال: ما اسمك؟ قال: عداس. قال: من أين أنت؟ قال: من نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من بلدة النبي الصالح والعبد الصالح يونس بن متى. قال عداس: والله لقد تركت نينوى وما فيها إلا بضعة رجال يعرفون يونس بن متى، فكيف تعرفه أنت؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأقبل عداس يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل يديه ورأسه، فظن أولئك أن النبي صلى الله عليه وسلم خدع الغلام. فلما رجع بين لهم بمقتضى علمه يعني عداس، ثم نزل صلى الله عليه وسلم من الطائف. وقد ورد أنه كان يقول يدعو ربه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت منه الظلمات وصرف عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك وأن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. استدر بها رحمة ربه ونصره، وما كان أحوجه صلى الله عليه وسلم في حالة كهذه إلى أن يترك عالم الأرض وأن يترك هذه الأشباح التي يراها ممن وجمت وسودت بكفرها بربها تبارك وتعالى. طيب شيخ صالح، الآن نحن نتحدث عن حزن الرسول في ذلك العام، عندما يكون الحزن شعور في القلب، هل يعني إلى أي مدى يصل تأثيره على الأفعال والسلوك؟ وفي الغالب أنه يؤثر فيجعلها تقصر، إلا أن يلطف الله جل وعلا بصاحبه، وقد لطف الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثرت الآيات تتابعت في الإخبار
عن المرسلين وما أصابهم من الأسى والحزن وما اعتراهم من تكذيب أقوامهم حتى يكون ذلك تثبيتا لقلبه صلى الله عليه وسلم. فنزلت كثير من الآيات في تلك الحقبة تلك الفترة تبين أخبار الأنبياء، من ذلك سورة هود، فقص الله جل وعلا فيها الكثير من خبر رسله، وقال في خاتمتها: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال جل وعلا: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تابعت الآيات حتى لا يقصر صلى الله عليه وسلم في دعوته، وحاشاه عليه السلام لم يقصر في يوم من الدهر، لكن البشرية تغلب ويحتاج إلى تثبيت من الله جل وعلا، من ذلك أن الله يعزيه، أن الله لن يسأله لما لم يتبعوك، فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولهذا من الجهل أن يشتغل الإنسان بشيء واحد يغلب على الظن أنه لا يقوم، ويأتيك آخرون يقولون لا لابد من المجالدة، كذلك لابد من العقل والرؤية، والإنسان لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وإذا عجز عن شيء يعني يتحول إلى غيره. ومن التثبيت أيضا الشيخ أن بعث الله له ملكا بعد أن خرج من الطائف. نعم، خرج صلى الله عليه وسلم من الطائف وقضية ملك الجبال، لكن أعظمه أنه عليه الصلاة والسلام آمن به مؤمن الجن، أعظم ما ناله من التثبيت أنه آمن به مؤمن الجن لما أتى وادي نخلة وأخذ يقرأ القرآن، فكان إبليس قد رأى قضية، فكان إبليس وقد رأى مسألة أن استراق السمع انقطع، فبعث الجن، وهذا من جنس الهداية التي قلناها في الأول في قضية زيد، فكانوا 9 من الجن مروا بهذا الوادي يسمون جن نيصبين، فلما مروا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فلا كلام أعظم من كلام الله، ولن يتلو القرآن أحد أعظم من رسول الله، ولن يتلى القرآن في حال أعظم منها في الليل، ولا في حال أعظم منها في الصلاة، فمن الذي يصلي؟ رسول الله. وما الوقت؟ الليل، هو أشرف من النهار، وما الذي يتلى؟ القرآن. فجاءت الجن على هذه الحالة، ظلمة ليل ونبي وجهه كالبدر وقرآن يتلى لا كلام أعظم منه، فركب بعضهم بعضا، الله يقول: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فسمعوا كلامه، سمعوا القرآن، قال الله: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. الذي يعظم في الآية إن الله يقول: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، صرفناهم إليك رحمة بهم ليؤمنوا، وصرفناهم إليك رأفة بك ليثبت قلبك. نعم. والله لا يقدر على هذا إلا الله. نعم، سبحانه وتعالى. وقتنا انتهى يا شيخ، والموضوع ما زال فيه الكثير، وما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في نظرة النعيم نتنقل في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة. جزاكم الله خير شيخ على ما قدمت، وأنتم مشاهدين شكرا لكم لمتابعتكم هذا البرنامج، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى، لنا عبرة من أناس مضوا، فأين الذي يأخذ العبرة؟ هداة لنا وبهم نقتدي، ويونسنا ذكر ما قد جرى، فليس حديثا هنا يفترى، مواعظ أجدر بأن تذكر.